مرن دي لا مقعوره حد نلبس روبه يا شكون مريقي صبري مجوهرات شكون صبري وين واحد باش يجي الله يرحم والدي شكون شو الطاف هذا شكون حرق لنا الحاضنه في البث المباشر في البث المباشر تم حرق حاضنه عبده من طرف يوتيوبر الله اعلم يرحم والديك بارك الله فيك يا خويا على التوب اب وحرق زيف على التوب اب اي تمام ويلي ويلي انا ما متيقش جاني توب اب واو 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 واو, واو. هلو حبايب قلبي شلونكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير معاكم درعاوي رجعت لكم اليوم فيديو جديد فيديو اسطوري مثلكم ربي يسعدكم قبل بداية الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام واللي مو مشترك بالقناة ينزل ويشترك بالقناة واللي مو مفعل شباب زر الجرس ربي يسعدكم كلياتكم فعلوا زر الجرس مشان مباشرة اول ما انشر فيديو يجيكم مباشرة يجيكم الاشعار الله يسعدكم حبايب قلبي قبل بداية الفيديو بدي اياكم بقصتين الشغلة الاولى عن حساب الانستغرام طبعا كلياتكم تعرفون متقفل حساب الانستغرام الجديد راح تلاقوه بصندوق الوصف والشغلة الثانية قناة صديقي سنايك سنايك ما قصر معي اعطاني حساب حاليا هو عاملكم كمان مسابقة على حساب كمان راح تلاقوها بصندوق الوصف روحوا اشتركوا عنده وقولوا له من طرف درعاوي وعاملكم هو مسابقة اسطورية على حساب حبايب قلبي مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو شحنت اليوتيوبر ردات فعل أسطورية خلينا نشاهدها مع بعض ردات الفعل وليتس جو إلى المقطع ربي يسعدكم كلياتكم اجل نشيلك طلع شي ممنوع الأوام ولا مش ممنوع؟ وان دون؟ لا لا وش حتى واحد هسا اياه سيخ سيخ في الام ديالي يا خيرات واحد جوج في الدار دابا جوج صافي انا وصلت لك انت اه فما شكون صاب لي توب اب الله يرحم لك الوالدين لا ربع في الدار ضربت في الدار لا ربع الفوق تمشت واحد 150 والاخر فيه ضربه وان داون هذا كنت مدهن فوق وقيمه واه 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 قريب شلت زوم التالي ظهر لي طلعت ويا ريتني ما طلعت واحد هبط من التالي صحة واحد في ضربة صحة طيب سكوادرا سكوادرا وينو الاخر هو في الدارة واسم من فوق اختيار Thank you, thank you, donation. والله لا تحبش نتكلم ران. يا كبير أنا يعرف التصاور ده. إيش في الكم أكتر شيء؟ قال لي إيش في يعرف التصاور؟ أكيد لي. اسمعني. ما يجي بيت بعديك. جيم بيت بعديك نهارين. بدل اسمك. بدل اسمك ولا رمادز. ترى وحش برنديلة مقعورة حد نلبس روبة يا شكون صبري مجوهرات شكون صبري وين واحد باش يجي يسير الله يرحم والدي شكون شو واحد قال لي وصلوك شكون اللي صبري من الناس عايش يسبوا لهم في وسط اللايف انتيا حبيت حالتنا حيلا نسب فلوس كذب انتي ترى اسكت اسكت عزيز يا ربي ما تجيك يا ربي ما تجيك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ما تجيك يا ربي 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 اه وين بسانك يا عال عايش لي خويا علي عمر عايش لي خويا الغالي بدون تكرير طلع الله يحفظك الله يحفظك حتى نحبك اخوي البيت
بدون تكرار عاركني الله يخليك. انا نفس حالي صار اخذ تحت. اوكي ليش شكون اللي طالع ليش شكون جرينادا نسيت ما شريت جرينادا خوشة ديركت خوش عامر رونالدو طاح واحد طاح واحد طاح هو اللي طاح ايش ايش الجاجة واحد عندي كيف مطول جيجي هذا ليسارك طاح في ضربة جاني توب اب شكرا بزاف على التوب اب اي تمان ويلي ويلي انا ما متيقش جاني توب اب واو 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 جاني توب اب تمخلات هاي الساعة ويلي ويلي والله والله انا اول مره في حياتي راح يشحنوا لي جواهر اقسم بالله انا لحد الساعه فرحان كثير كثير وما اقدر اوصف الشعور وان داون وان داون وان داون لا واحد عندي فلوس ما شريتش جرينا واحد روح فوتو انا عليه موك وشفتوه على خاطر كنا في رينيورا وكالش وخرت والله على هيك واليوم زاد الصباح حكينا غدوة راحة عندهم راحة قلنا الاثنين يهبطوا ديسيزيون ان شاء الله شوف بريفي ميسنجر زين والله نورمالمون شوف شنو نقول لك فما تقريب زوز واش اوه كفو توب اب هذا شكون حرق لنا الحاضنة في البث المباشر في البث المباشر تم حرق حاضنة عبده من طرف يوتيوبر الله اعلم يرحم والديك بارك الله فيك يا اخويا على التوب اب وحرق الحاضنة وما تنساوش تشتركوا في قناة اخونا اليوتيوبر عملية التوب اب وما تنساوش جدا تشتركوا في قناة اخوكم عبده واي تي ثانك يو سو ماتش كان معكم الزميل الاخضر بالريش من قناة عبده في الله 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 يوفقك قطع جاك الموت يا ترك الصلاة اجدرنا بالتوبات صافي يا زينو حبيت اسلم عليك حبيبي يا واحد يعطيني قلب اوكي حبايب قلبي بهاي ردات الفعل كلياتكم شفتوها حبايب قلب اليوتيوبر كلياتكم طلعتوا بالفيديو الله يسعدكم كلياتكم جميع ربي يسعدكم كمان اللي شاهدتوا الفيديو لا تنسوا تدعموني بزر اللايك وكمان حبايب قلبي رابط قناة صديقي سنايك مثل ما حكيت لكم صندوق الوصف ورابط حسابي الانستغرام الجديد بصندوق الوصف يوميا بعمل بثوث مباشرة على انستغرام اللي بيحب يشاهد البثوث المباشرة وقد باي ان شاء الله واشوفكم فيديو اسطوري قادم الى اللقاء شباب